أقيم معرض الأسلحة الروسي أهرميا 2020 في الفترة من الثالث إلى التاسع من أغسطس لعام 2020 بالقرب من العاصمة موسكو وقد كان ملحوظا ظهور نماذج بالحجم الطبيعي للمركبات الجوية المسلحة غير المأهولة ومركبات كروم أو تندر ذات السبعة أطنان القتالية غير المأهولة ومع هذه التطورات تظهر صناعة الدفاعات الروسية توجهات نحو إنتاج المنصات الجوية غير المأهولة في ظل الاستخدام المتزايد لمثل هذه المنصات على مستوى العالم وذلك في المعارك الدائرة في الشرق الأوسط بالذات ومع ذلك فإن الأسئلة التي يطرحها الكثير من الخبراء هي كم عدد المنصات غير المأهولة التي ستدخل الخدمة بالفعل وإذا ما تمت الموافقة على بعض منها ما مدى سرعة إتمام إنتاجها بشكل فعلي وفي ذات الصعيد هذا نيكولاي ديلجينكوف كبير المصممين في مجموعة كرونستادت المسؤولة عن إنتاج طائرات الأوريون المعروفة أيضاً باسم إنوكوديتس بتعليق يحتمل أن يكون ذا دلالة في مقابلة مع وكالة أنباء روسية، وقال نيكولاي أنه حتى الآن كانت طائرات الأوريون هي المنصة الوحيدة بدون طيار المصممة محلياً التي اجتازت المرحلة الأولى من الاختبارات العملية. وتعد هذه الاختبارات مفتاحا لاعتماد منتج ما في الخدمه العسكريه الروسيه وهي عباره عن عمليه من مرحلتين تم البدء بتطوير الاوريون منذ عام 2011 وهي متاخره عن الجدول الزمني الفعلي للدخول في الخدمه العسكريه ووفقا لتجارب الطيران العديده فان طائره الاوريون يمكنها حمل اربعه صواريخ جو-ارض او اربعه قنابل موجهه بوزن اقصى يبلغ 200 كيلوغرام ويمكن للطائرة التحليق على ارتفاعات تصل لأكثر من 24600 قدم، ويمكنها التحليق بسرعة قصوى تصل لـ 200 كم في الساعة، إضافة إلى تمكنها من التحليق لمدة تصل إلى 24 ساعة وفقًا لبيانات الشركة المصنعة. ومع ذلك، كان أداء أوريون أفضل من الطائرة بدون طيار الأكبر المخصصة لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع من طراز ألتيوس. وهو مشروع أطلقته وزارة الدفاع الروسية في وقت مماثل وتم منحه لشركة سيمينوف للتصميم ويعاني هذا البرنامج من العديد من المشاكل منذ إطلاقه وفي حين أنه تم حاليا طلب إنتاج طائرات الأوريون المسيرة فإن مستقبل طائرات الاولتيوس غير معلومة وفي معرض أرمي 2020 عرضت شركة كرونستات أيضا نموذجا بالحجم الطبيعي من نوع مماثل للهيليوس وهي طائرة بدون طيار من فئة الوزن أربعة أطنان مع قدرة طيران تتراوح بين 24 إلى 30 ساعة وتميز نموذج هيليوس أيضا بما يمكن أن يكون حاملا لمجموعة هوائيات تحت هيكل الطائرة وكان نموذج طائرة الجروم المسيرة القتالية في مرحلة مبكرة من التطوير مقارنة بالأوريون ويمكن اعتبار الطائرات القتالية بدون طيار يو سي اي في مجموعة فرعية من الطائرات المسيرة يو اي في والتي تم تصميمها منذ البداية لتحمل العديد من الأسلحة وتتمتع بأداء عالي نسبيا وطائرة الجروم وهي من الناحية النظرية مركبة جوية ذات سرعة عالية ومجهزة بحجة أسلحة داخلية وقد أشارت الأسلحة المعروضة إلى أن لها دور هجوم جو أرضى ومن غير المعروف كيف وما إذا سيتم دمج التصميم في ترسانة القوات الجوية الروسية لاحقاً. ومن المعروف أن القوات الجوية الروسية تمول بالفعل تطوير طائرة سوخوي 70 هانتر، وهي طائرة بدون طيار كبيرة الحجم من فئة 20 طن، وتخضع حالياً لاختبارات طيران مكثفة. وسيخويا 70، والتي يشار إليها أيضاً باسم هانتر بي، هي مركبة جوية قتالية ثقيلة بدون طيار يتم تطويرها من قبل شركة سوخوي وشركة الطائرات الروسية ميك كمشروع طائرات من الجيل السادس وتعتمد الطائرة بدون طيار على طراز الميكويان سكات السابق الذي صممته شركة ميك ويشمل بعض تقنيات الجيل الخامس من مقاتلات سوخوي 57 وقد ظهرت طائرتي الأوريون والجروم في معرض أرميا من عام 2020 إلى جانب مجموعة متنوعة من ذخائر الجو أرض بعضها لم يتم عرضه من قبل وشمل ذلك العرض الأول لسلاح موجه من فئة 50 كيلوغرام من شركة تصنيع الصواريخ الروسية الرئيسية شركة تاكتيكال ميسل جروب وكذلك مجموعة موسعة من مفاهيم الذخائر التي تطلق من الجو من شركة كرونشتاد إضافة إلى ذخائر وقنابل أخرى ومن غير الواضح إلى أي مدى أحرزت روسيا تقدماً في الجهود المبذولة لدمج واختبار ذخائر وصواريخ الجو أرض على الطائرات بدون طيارة، لكن ظهرت في السابق صور لنماذج أولية لطائرة الأوريون وهي تحمل قنبلتين موجهتين على الأقل في يوليو من عام 2018، لكن لم تتوفر لقطات حية لتجارب إطلاق أسلحة من على متن الطائرة المسيرة. وبشكل عام كان تطوير روسيا للطائرات بدون طيار أبطأ مما أردته موسكو فهي متأخرة كثيرا عن الصين والولايات المتحدة في تطوير واعتماد مثل هذه الأنظمة تم التعرف على سلاح شركة كي تي آر في المعروض بجانب طائرات الأوريون على أنه صاروخ الكي أتش 50 وتستخدم تسمية الكي أتش لتحديد برامج صواريخ الجو أرض ويبدو من شكل صواريخ أنها تشبه الـ AGM-114 Hellfire الأمريكية من حيث الحجم والوزن وتم تحديد صاروخ آخر ظهر لأول مرة في المعرض وسمي بـ أو المشروع 85 ومن المحتمل أن يكون صاروخ جو أرض أيضا وتمت الإشارة أيضا إلى أن هذا المشروع الذي ربما يكون من إنتاج شركة رادوكا التابعة لشركة كيتي أرفي على أنه صاروخ معياري صغير محمول جوا ويرتبط غالبا بالمنصات البحرية ويبلغ وزن هذا الصاروخ حسب الوصف الملحق 120 كيلومتر ووفقا لخبراء فإن كلا من الصاروخ كي اتش 50 والإزيدلي 85 لهما تطبيق أوسع من الطائرات بدون طيارة ومن المحتمل استخدامهما من على متن الطائرات المأهولة ومن غير الواضح حاليا عدد الذخائر المعروضة في المعرض الذي سيتم دمجها في النهاية مع مشاريع الطائرات بدون طيار UAV ومشاريع الطائرات المسيرة القتالية UCAV لكن تشير هذه الأسلحة العديدة إلى أن مصممي الأسلحة الروس عازمين على إنتاج مجموعة واسعة من الأسلحة التي يمكن استخدامها على منصات القتال الجوية المسيرة علاوة على ذلك لا يزال من غير الواضح عدد الطائرات بدون طيار التي شوهدت في معرض أورميا 2020 والتي ستدخل نظام الاختبار، ناهيك عن دخولها الخدمة الفعلية، حيث يشير السجل الحافل حتى الآن لصناعة الدفاع الروسية إلى أن إنتاج هذه المنصات لم يكن فعالًا كما تتمناه موسكو.